اهلا بحضراتكم مره تانية، وزي ما متعودين في البيت الكبير الفقره التانية بتكون فتح ملفات، ملفات مهمه جدا جدا، وعشان هي ملفات مهمه جدا جدا لازم يكون ضيوفنا على مستوى الحدث، ومش هنلاقي طبعا افضل من الاستاذ عصام شلتوت يكون ونحاوره في ملفاتنا الكتيره جدا. ان برحب بيك يا استاذ عصام ودايما منورنا. اهلا بحضرتك وطبعا كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، اهلا وسهلا بحضرتك. عندنا ملفين ثلاثه كده عايزين نتكلم فيهم، بس قبل ما نخش طبعا لازم نتكلم على النادي الاهلي. اولا خبر انا على المستوى الشخصي ضحكت لما سمعته، ان في بعض وسائل الاعلام بتقول في السوشيال ميديا معظمها ان هروب ديانج من النادي الاهلي ورجوعه لبلده مره تانية، وان اللاعب هرب ما بين قوسين كده، هرب ومش هيرجع تاني. استقبلت انت الخبر ده ازاي؟ يعني الحقيقه قلت خلاص بقى، يبقى الاهلي كده بيهرب اللعيبه، هو بيهرب اللعيبه، لان الخبر اللي طلع من النادي الاهلي طبقا يعني لما يسمى اعلان الاخبار اليوميه عشان تروح لروافد الاعلام كله في مصر، مش بس قناه النادي او وحده اعلام النادي اللي هي بتتوزع على كل المؤسسات الاخباريه، انه بعد المباراه الفلانيه ديانج هيسافر. اعتقد ان هو عنده تجديد باسبور زي ما الخبر كان بيقول، مزبوط. وتصور كمان انه بعد يعني الاحداث اللي في مالي ربما كمان هي فرصه انه يطمئن على الاهلي، وده اللي بيوفره النادي الاهلي للاعبته من اجواء محترفه 100%. دي كده مش حكايه النادي الاهلي بقى يعني عشان بيحب ولاده بس، هذا هو الاحتراف. انت ما عندكش شغل وبالتالي عندك تجديد اوراق زي ما بيقولوا، وكمان بلدك فيها احداث مزعجه في اقل تقدير للناس وللاهالي وللاسر، وطبعا التلفزيونات في كل العالم نقلها، فلما لا ان هو يكون تواكب الحاجتين مع بعض. وبالتالي اكيد في جهد اتبذل، يعني اصل الهروب صعب، الاتوبيسات دلوقتي ما هياش ورا بعض. هو لفظ الهروب هو اللي ضحكني يعني. كمان اصلا خطوط طيران وكذا ما بقتش منتظمه، مش معقول يروحوا يعني مالي عوم مثلا او ماشي، وبالتالي اكيد حصل حجوزات، وهينزل ستوب فين وبعدين يروح باماكو وبعدين يرجع من باماكو ستوب في حته على كايرو. الحكايه صعبه قوي يتقال عليها كده، بس كمان ما هو ده الاستمرار للتشويش على لعيبه النادي الاهلي، والاستمرار على يعني خل اشاعات، انا متهيألي حتى اشاعات رخيصه بمعنى اصح. الجو ده يعني نتمنى انه يهدى شويه، صعب بس احنا ماشيين في طريقنا يعني. بس بالظبط هو ده بقى، هي خلاص بقت حاجات واضحه جدا مع النادي الاهلي او مع اي مؤسسه بتعمل بجد واجتهاد، وبالتالي لابد من نشر حواليها ثقافة قال وقيل في أقل وصف يعني. وبالتالي على الأهلي أن يظل على نفس المسيرة، ما يفضيش جهد أي حد من رجالته ولو لدقائق يعني، علشان ردود أصلا الرد عليها يعني بيبقى عيب، حتى أنت رديتي بيبقى عيب، خسارة يعني. أيوة خسارة أنك تضيع ولو دقيقة توقف قدام هكذا أخبار يعني. لكن بدا الأمر بالفعل أن الدنيا ماشية بالطريقة دي في السكة دي بنسبة ما هياش يعني مرعبة لكن مزعجة الحقيقة، ولابد من ضبط للأداء ده. لو كل حد استخدم حقه في فكرة المصدر وفكرة الادعاءات واستخدم حقه القانوني على العوالم الافتراضية اللي المفروض انها تبقى اكثر تزكية لفكرة الثقافة وبث معلومة حقيقية او رأي دون اساءة والكلام الكبير ده اللي ما بقاش عاجب حد، لا، على الكل ان يتوجه للقانون. وعلى فكره القانون الان الخاص بكل هذه الاجواء خلاص صارم جدا جدا، لكن ما تفوتش الفرصه وتسيب حد يعمل معاك ده وبعدين لا تشكو وتقوم بالاجراءات يعني الرسميه يا كابتن. ده حقيقي، ده حقيقي. وبعد كده تظل بقى لا ينفع كده ومش ينفع كده، خد اجراءاتك. وده اللي بياخده النادي الاهلي، النادي الاهلي يعني ماشي في الاجراءات، ودايما النادي الاهلي بياخد السكه او الطريق الشرعي بالظبط، الاجراءات القانونيه بيمشي فيها بسكه معينه. على الجانب الاخر احنا بنشتغل، احنا ماشيين في طريقنا، والجانب القانوني بياخد وقت شويه، لكن عاجلا ام اجلا هيكون في حساب، عاجلا ام اجلا يعني. مؤكد، لانه ده جزء مهم جدا من فكره تفعيل يعني نجاحات للمؤسسه. ما تخليش حد يعيقك، ما تخليش حد يوقفك، انطلق بنفس سرعاتك المحدده، ودي اللي بتخليك بتفرق عن الاخرين.